دونات اللي كيجيو غزالين بزاف هشاشين ببيضة واحدة. خليكم معايا. بسم الله نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو في المقادير ديال الدونات كالعادة كناخدو قبيصة ديال الملح، وكناخد البيضة ونضيف لها 3 المعالق كبار ديال سنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، مع دابا الحال بارد درنا معلقة كبيرة، الحال سخون نديرو معلقة صغيرة. كنخلط البيضة ديالي مزيان، وكنضيف كاس كبير ديال الحليب يكون دافئ، ماشي كاس كبير بزاف، المهم الكاس اللي كيعبرو به اللي كيقولو كاس العنبة. انا كنبدا معكم بالطريقه ديريكتومون باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وغادي نضيف جوج المعالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، وكنضيف واحد الفاني. هاد لي دونات كيجيو ساهلين كما غادي تشوفوا، طريقه جد سهله بزاف دغيا كيوجدوا. وكنضيف خميره حمراء، بالنسبه للدقيق انا غادي نعبر معكم وغادي نقول لكم المقدار. كنضيف الكاس الاول ديال الدقيق الفرص الابيض الرطب، ونضيفوا الكاس الثاني، كنضيفوا الكاس الثالث، غادي نضيفوا شويه بشويه. ودائما كنقول لكم بان الدقيق كل واحد النوعيه ديالو، كاين اللي كيتشرب السوائل دغيا وكاين اللي ما كيتشربش دغيا. مهم كتجمعوا المكونات ديالكم، على ما يجمعوا لي المكونات وغادي نزول الخلاط يدوي. دابا 3 الكيسان الدقيق اللي ضفنا، واللي مهتم بالعبار ديال الغرام غادي نخليه في صندوق الوصف. هاد لي دونات كيجيو ساهلين، من اسهل دونات اللي شفت، ساهلين بزاف، بيضه وحده وكيجيو زوينين الصراحه. العجينه مازال كتلصق، غادي نزيد شويه ديال الدقيق. هذا الكاس الرابع غادي نضيفه شويه بشويه، حتى تحسوا بان العجينه تجمعات لكم. ما تقصحوش العجينه، ضروري انها تكون رطبه، تخليوها رطبه. صافي، وكنستمروا هكا على ما كنجمعها. صافي، وكنغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها تخمر مع دابا الحال بارد، نخليوها ساعه او ساعتين على ما يضاعف الحجم ديالها، ونرجعوا باش نكملوا تتمه. بعد ما تضاعف الحجم ديالها، دابا غادي نزولو منها الهواء
وغادي نقسموها نصفين وغادي نطلقوها. العجينة راه كتجي رطبة زوينة بزاف. بعد ما خمروا ضروري انكم تخليهم يخمروا بعد ما تقطعوهم. خليتهم انا واحد نصف ساعه على ما كيضعف الحلم ديالهم بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نقليوهم بعد ما درت الزيت كتسخن ندوزو نقليوهم مباشره. بعد ما قليناهم دابا غادي ندوزو نزينوهم. والتزيين كي شي حاجه جميله بزاف واللي كيعطي منظر رائع للحليوات.
مهم هاد لي دونات كيجيو ساهلين بزاف. كنغطسوا الوجه ديالهم في الشوكولا اسود او ابيض اللي عندكم. مهم انا غادي ندير ديام شوكولا اسود. وتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الوليدات شنو كيبغيو. قبل ما يبس الشوكولا مهم غادي نزينو بهاد حبيبات الوان. وايضا حبيبات شوكولا كيجيو زوينين بزاف. جربوهم، كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا ان شاء الله. بالصحة والراحة. كنتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تعجبكم، راها سهلة، وصفة سهلة في متناول الجميع باش تفرحوا الوليدات. وإلى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله.